نشوف بعد كده. وهنا بنتكلم في عادل عبد الرحمن، معلش دوس نشوف اللعبه دي هل هي ده عاليه كمان رجله. شوف بقى كابتن عادل وقول لي ده عاليه كمان رجله يعني ممكن دي طرد، دي كارد احمر يا كابتن، طرد كارد احمر. احنا قلنا معايير البطاقه الحمراء يا كابتن ايمن، واحنا برضك من خلال احنا هنا للحكام بنقول للحكام. هرجع كده محمد بعد اذنك، هنشوف اللاعب ده جاي من مسافه. كابتن اسامه، كابتن ماهر، بص جاي الراجل ده جاي منين. في بدايه اللعبه نشوف الراجل جاي منين. بص ده هنا كويس ان قفشه ما حصلوش حاجه، ده جاي يا كابتن من مسافه والرجل مرفوعه، خلي بالك اعلى من الكوره كمان، اعلى من الكوره ورايحه فوق، واخده من فوق واخده من تحت. شفنا واقعة زي دي يا كابتن في مباراه في الدوري المصري الاسبوع اللي فات، وبرده نفس الكلام ما اتخذ فيها اجراء كارت احمر، بالعكس كارت اصفر. بس عارف هناك كان في فار، ايوه يعني للأسف. كان الفار كان المفروض يجيب الحكم للاسف. هنا كابتن لمس الكره الاول، كان في يعني أوكي. هنا لمس الكره الاول، ده مش مبرر عالية. يعني هل مش انا مبرر كابتن صح؟ لا كابتن بلال، يعني انا بس سؤال بس حصلت في الهلال والاهلي. يعني انا هو الراجل النهارده داخل جامد ودخل في الكوره، بس وبعد كده ماشي كابتن، بس كابتن دخل في الكوره كابتن، نسيب نتكلم اتفضل. دخل في الكوره يعني هو الاول رجليه، هل هو مبرر يا كابتن بلال ان انا العب الكوره واكمل فرجه اللاعب؟ لا مش مبرر، ولكن هنا بنتكلم من حاسبك على الحركه اللي انت لعبتها عملتها بعد ما لعبت الكوره. هو لو لعب الكوره كابتن وما دخلش بهذا الاسلوب، خلي بالك ده ستارز ده يبقى واخد من فوق ومن تحت. انا شايف يعني هو اولا ما اداش انذار، ده الغريب يعني هو حتى ما اداش بطاقه صفر، حصل مخالفه فقط. ولكن انا بقول النهارده لو كان في بار كان يجب استدعاء الحكم فيها. انا شايف ان دي حاله القوه والمسافه، واخد من فوق لتحت، دي ترتقي او مش ترتقي، مش عايز اقول ترتقي عشان الناس بتزعل، هقول دي في القانون بطاقه حمراء مباشره، وحدثت زي ما كابتن ايمن قال في قبل كده في الدوري، ولكن هنا الفار ما كانش موجود، هناك الفار كان موجود.